بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الجمبري الصاحي الزازي السويسي التايجر رجع 10 سنين اللي ملوش حل. بصوا يا جماعه اللهم صل على النبي. ده سوق تايجر ده 18 في الكيلو ده 18 20 ما بيلعب اهو. تمام تمام 18 20 بكام الكيلو ده؟ عامل 300 حتى. كم؟ 300 عشان ده اصلا بيعمل 350 بس احنا عاملين تخفيض. وعشان الايام دي ايام احتفالات فبتاع برضه بيتخطف في المطاعم صح؟ المطاعم هي اللي بتطلبها. ده تايجر على ابيض ازاز. ده ابيض ازاز يا جماعه وده التايجر اللي هو الازاز السويسي يا جماعه الاصلي. طبعا دي جوله من جولاتي بحلقه السمك بسوق الانصاري، وبوضح لكم جوده الجمبري الصاحي اللي لسه جاي من البحر. الحجم ده قلنا 18 20 في الكيلو. والحجم ده عامل 260 260 عشان اقل 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 ممكن 30 25 دي سمكة موسى بقى، هاتها لي كده على القضيه. الموسى الاصلي ده الموسى الاصلي. بصوا يا جماعه جميل، احطها لي محمد احمد كده. بصوا يا جماعه ده الاصلي. دي من مميزات سمكة موسى غير غطا موسى. وريني بقى، ملهاش سنان. لا ملهاش. بصوا يا جماعه البق اهو عباره عن غضاريف، مفيش سنان خالص. مفيش سمكيه اصلي، خلي بالك سمكيه نظيفه. هي ليها عينين على جنب واحد. عين واحده بس. عين واحده بس؟ اثنين. ادي عين الاثنين على جنب واحد. بقول لك يا جماعه دي بتوصل اكبر من كده برضه يا ابو حميد. ممكن كيلو اخرها. اخرها كيلو الموسى ده. سمكيه الواحده ممكن كيلو. في بقى 1000 دي بتاع نص كيلو دي ولا اكتر من نص كيلو؟ نص كيلو. تتعمل ايه دي يا ابو حميد؟ دي عاوزه برجر ماشي يا عم احمد، عاوزه مقلي ماشي. دي احسن حاجه ليها مشوي. ماشي مشوي بالزبده على الجريل ولا على الفحم؟ على الفحم. على الفحم مشوي زبده. اختار البطاطس. ما تحطش قرن فلفل على الوش. لا هي بس كده مشوي زبده بس. يعني تتسلخ تتسلخ وتشوي زبده. تمام. تاكل جنبها بقى مايونيز، سلطه الطحينه، سلطه الخضار. سيبك بقى من الموسى الثانيه بتاع الخليج الكبيره دي اللي هي الغطس موسى. ام 70 وام 80 والكلام ده. غطا موسى ده الاصلي. ده الاصلي. ده الاصلي. بيعيش هنا واسكندريه مش كده؟ هنا واسكندريه وبورسعيد. وبورسعيد. الكيلو فيها بكام ده يا ابو حميد؟ ده عامل 220. صل على النبي. بس هو ضارب على طول ولا عشان نادر؟ هو كده على طول، هو سعره كده عشان نادر ده. يعني قليل في البحر. قليل في البحر جامد. قليل جدا جدا. وصيدوا انتوا صيادين انا عارف، صيدوا سهل ولا بيجي في الشبك؟ ده بيجي في الشبك صدفه، ملوش شبك معين عشان انت شايف حجم السمكيه عامل ازاي. بص يا جماعه حجم السمكيه عامل ازاي، فملوش شبكه تصطادوا، لكن هو بيجي ضمن فوق وسمك عايم مع بعضه. أيوة. هي بت ايه؟ وحظ الصياد. وبيبقى مبطرخ بقى ده في الوقت اللي احنا فيه. بيبقى مبطرخ. غالبا بيبطرخ في شهر 12. 12 بطرخ البطرخ. بيبقى البطرخ هناك اصفر بيبقى باين. ما فيهوش شوك خالص. اسمع هو السلسله بس غضروف. سلسله وحاجه بسيطه خالص. غضروف كمان مش مش عضل. الله ينور عليك. الكابوريا دي بقى يا جماله يا جماله يا جماله. انا بص بص لو شكيتها من النص هنا كده. انا باينه باينه بتلعب. هو احنا اصلا بنشتري البيع من البحر، 100 واحد بيبصوا فيها، تيجي هنا تبيعها ما تتباعش. عليها ام بي. انا شايفها اتحركت حاجه بسيطه. هي طازه طازه وريحتها ومواصفاتها ابو حميد بيقولوا
المواصفات. انا واحد ما بعرفش في الكابوريا، الثقيله تبقى لحم تمام، لكن معلمات البطروخ بيبقى فيه بيقول لك متحنيه، يعني دي احتمال، لكن دي اكيد فيها صح. كابوريا يا عمك انا استاذ احمد في الشتاء كلها بتبطرخ، اي واحد اي واحده بدا من دي افتحها كده هتلاقيها بتبطرخ تمام. انا ممكن افتح لك اصغر واحده، بص حاجه زي كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل، خليها كده. بص البطروخ بتاعها محبب ازاي، بص البطروخ بتاعها والجنبين دول فيهم بيتخزن فيهم البطروخ هنا يمين وشمال. البطروخ اهو بص في الجنب دايما هنا، اه باين يا جماعه. اه بص بص عملت لك ده كده. ايوه الله ينور عليك. هي الكابوريا في الشتاء كلها بتبقى من بطروخ. طريقه تنظيفها في البيت خياشيم بس، ما هي كماشي وبتتشوي مقفوله. لا لكن عايز اعملها بقى مدفونه بقى والفها بفتله بالمرتة. دي بتشيل الغطا ده، بتشيل الغطا لكن مش الاخر. اه وبتنضف دول كده. اي وريني كده. اه الخياشيم دي يا جماعه اللي على اليمين دي، آه دول واللي على الشمال دول يتشالوا وبتحشيها المرتة وتيجي رابطها. المرتة ايه؟ بصله وكمون وبهارات ولا في حاجه تانية؟ اه بصله وطماطم وكمون والبهارات بتاعتها، وبيتسبكوا زي المرتة كده. ايوه بالظبط. وبتحشوا بيها الغطا وبيتربط تاني، وبيرجع يتربط تاني يا جماعه. وفي ناس بيقول لك بيدفنوها مباشرة كده بالمية في الرز، وفي ناس تقول لك لا اسلقها وبعد ما اسلقها خد شربتها وحطها في الرز، أنا أفضل؟ أما الاثنين حلوين عامة، الكابوريا حلوة في ده أو ده حلو، وفي المشوي برضه 100 100. بس بيقولوا يا أبو حميد في الشتاء بتسكر شوية عن الصيف. ما هي معروف إن في الشتاء كلها بتبطرخ 100 100، كابوريا ما تبقاش فيه كابوريا فاضية في الشتاء وبتبقى مسكرة. سكر وبطروخها يبقى حلو. بطروخها قلنا بكام دي؟ دي عاملة 170. 100 وكم؟ 170. 170 دي التلاتة في الكيلو. طب اللي هي وريني. اه الكابوريا دي. طب في ميزان عندك؟ اه. طب هاخد تلاتة كده ونشوف ميزانه قد ايه. هات التلاتة. بص يا جماعة ادي واحدة ادي اثنين ادي تلاتة، نشوف مع بعض يا جماعة. بص يا جماعة 940 جرام، يعني 60 جرام بس اللي فرق، تلاتة في الكيلو يا جماعة على الطبيعة اهو. في ناس بتحب كده، بتحبها كبيرة. ليه؟ لحمها بيبقى كتير حلوة، بتبقى حلوة، بتبقى حلوة وغذائية في الأكل، يعني مرضية ترضيك وأنت بتاكل. في ناس بتعملها زي كده بتخليها، تخليها مخلية. السوبر ماركت بيبيع مخلية يا أبو حميد. اه بس طبعا المخلية بتبقى كده، طبعا بيعمل النص بالنص تقريبا، النص بالنص. أوه. اقل من النص، خلي بالك في الكابوريا اقل من النص عشان ده عظم كتير. اه والدكوره دي، الدكوره ديت عامله 80. 80 العنبر ده بقى ابو حميد ملوش حل. لا خلي بالك بالنسبه للعنبر ده احسن من البربوني. اه والله اكيد انت اكلته وجربته. انا اكلته وجربته، والاحلى من الاثنين جالي من الغردقه متفسخ. متفسخ اه. ايه رايك؟ حاجه جامده قوي في الفسيخ، ولا تقول لي بقى بوري ولا اي حاجه. مش كده؟ حاجه بص. ليه طريقه معينه للفسيخ ولا طريقه الفسيخ العادي؟ طريقه الفسيخ العادي عادي. بتحشي خياشيم ملح. خياشيم ملح بس. ويتبل بالملح ويتحطوا طبقة ملح وطبقة سمك، طبقة ملح وطبقة سمك، ويتقفل كويس جدا أهم حاجة. أيوه. ما بنحطش حاجة لأنه وسمين. لا بقى تيجي تاكل بقى في الفسيخ أكل زي الجمبري بالظبط. اه. نحط على الوش حاجه ولا مش هو مش مكفي هو نفسه؟ انا بحط سنة كركم بس عشان بيبقى الشكل وشويه زيت بيدي لون شهي. شهي ده بكام البربوني ده يا ابو حميد؟ ده عامل 80. 80. بصوا يا جماعه البربوني ليه الشرابين دول؟ لا البربوني دي واحده بربوني فيهم. اه وادي واحده يا جماعه. اه بص شنباته صغيره جدا، وادي واحد بربوني، وادي واحده عنبر. طبعا الشغل الجميل ده بيودوه المطعم، مطعم اسماك السلطان في العين السخنه. آه. كم كيلو من السويس؟ احنا نص ساعه بالظبط. نص ساعه يعني حوالي 40 كيلو 45 كيلو بالزبط. تمام. الكلام ده كله يا جماعه عند اسماك الرايق.